سئلت ذات مرة عن الذاكرة، كذبت وقلت إنها ضاعت، خشيت من تعلم الدرس الخطأ، لكنه عاش مختلف الظروف وسنتعلم منه. عندما جاء إلينا لم يكن أكثر من لص عادي يجتهد لينجو في شوارع بغداد ويحلم بالأفضل، ليس لنفسه فقط بل لكل المهمشين الذين رآهم يعانون. فبينما عاش في عصر ذهبي في قلب الخلافة العباسية وذروتها، فإن خدشت سطحها المذهب لوجدت العفن أسفله. سعى تنظيم القدماء لفرض سطوته وإبراز وحشيته في البلاد. كمستترين كما لقبونا قاومنا وضربنا عدونا في الخفاء صراع أبدي. منذ قرون كان في قلب الصراع باسم بن إسحاق، شرف العقيدة، تحداها، وعلينا الاقتداء به. جميعنا يخلط بين الظلمات التي نسلكها والنور الذي نخدمه. قد يأتي الوقت الذي نمتحن فيه مثله. أخشى أن ذلك الوقت وشيك. برفق يا باسم، تنفس. أكان الجنية مجدداً؟ وماذا أراد صديقنا هذه المرة؟ أن ينتزع اللحم عن عظامي؟ أن يتغذى على أحشائي؟ إنه لا يتكلم كثيراً لكنه يترك أثره. ما زلت أشعر به يزحف على جلدي. أنت تعرف أن ذلك مجرد وهم؟ انسي أمر الجني الآن، إنه يوم جديد ولدينا عمل لننجزه. ترك درويش عقداً آخر. لمن؟ هم مجدداً؟ لجنينا مالاً أكثر لو جلبنا التمر إلى هجر. كفى يا نهال، أين ما يمليه عليك الواجب؟ لن يملأ الواجب بطوننا. صحيح، لكنه سيثري وجداننا. سأخرج. بناء أعظم المساجد لا يلزمه سوى بضع أدوات بسيطة. باسم، حرك قدميك. عسى أن تواصل إلهامي بحكمتك يا أبي أينما كنت. قلت لنهال إذا سرقتها فسيكون بيعها مستحيلاً، لكنها لم تستطع أن تقاوم. قلت إن لدينا عقداً لنفي به. حسناً، ها أنا قادم. لا أفهم لماذا تستهويها هذه الحلي العتيقة إلى هذا الحد. يستمر ضوء الشمس في الانحسار. فلنعجل قبل أن يطول بدرويش الانتظار، لن أتحمل منه عظات أخرى. إلى أين تذهب الآن؟ العقود التي أثقل بها درويش كاهلك ليست بالقليلة.
يثق بأنني سأفعلها. ما الذي عساه يكون أهم؟ تعال هنا. أحصلت على انتباهك الآن؟ جيد. أعلم يقيناً أنك تحظى بثقته، لكن هل تظن أنك تحظى بثقتهم؟ أعني هذه الشخصيات الغامضة. أرجو ذلك بعد كل ما جرى. عليهم إثبات ذلك. إنك تتحمل المخاطر كلها ولا يقدمون إلا القليل. إنهم محررون يا نهال، ليسوا تجاراً. أعرف هذه القصص، ولكن لابد أن يكفي ثمن الحرية طعامنا.